اسطى بيقول لك ان هنا في بوسس يا اسطى في المكان. انا مش عارف انت ليه جايبني المتحف، انا من اول ما دخلت مش شايف في اي حاجه لذيذ، كل حاجه كده والله العظيم، والله العظيم كلهم شبه بعض، والله ما في فرق بينهم يا جماعه. طب تعالى مثلا عاملينهم عند النجارين وعند الناس بتوع الرخام وجاي يضحكوا علينا هنا، وبره يقول لك تذاكر تذاكر تنجح.